بسم الله الرحمن الرحيم. اولا بادئا بدمع قبل ما نهضروا على هذا الاضراب، كنعتذروا اعتذار اكبر اعتذار واحر اعتذار للساكنه، ماشي غير التفلتيه ولكن الساكنه المغربيه ككل. ولكن حنا كنا نتمنوا انهم ياخذوا بعين الاعتبار اننا مضرورين هذاك الشيء علاش خرجنا. حنا كنستسمحوا منهم، خرجنا لان الدوله خدات هذه القرارات دون ما تراعي هذه الشريحه اللي خصها اولا قبل ما تاخذ اي قرار في حقها تشوف لها الهيكله ديالها. اولا حنا ماشي ضد القوانين، القوانين المفروضه على كل مغربي مغربي وحنا كنعترفوا بها وكنعتزوا بوطننا المغربي، ولكن كنتمنوا من الدوله قبل ما تاخذ اي قرار في حق هذه الشريحه اللي هي مضره ومضره بزاف، تاخذ بحقها في التغطيه الصحيه، في التعليم، تشوف تراعي الظروف ديالها كيفاش كتعيف، تراعي الهيكله ديالها لان معظمهم ما مهيكلينش. حنا كنعيشوا في الحومه 70 حانوت و 80 حانوت، كلهم كيعيلوا الاسر ديالهم، فين غيمشيو هاد الناس الا تطبق هاد القوانين؟ كلهم غيمشيو بحالاتهم. الانسان ما كي بالكاد كيخلص الكرا ديالو الدار، وبالكاد كيخلص الكرا ديال الحانوت، وباش غادي يعيش الا خلص الضرائب اللي ما قادرش يهزها؟ ماشي ممكن ان الانسان يعيش بواحد الثقل اللي هو اكبر من الجهد ديالو. حنا ماشي ضد القوانين، حنا مع القوانين، وحنا مع القانون، وحنا مع الدوله المغربيه بالسير نحو الامام. حنا شريحه كنحاولوا ندعموا الدوله انها توصل للرقي وتشد المكانه بين الدول وتكون حتى هي دوله راقيه، ولكن حنا كنتمنوا انها تاخذ لنا حنا حتى حنا بحقنا وتراعي شويه ديال الحقوق ديالنا. وكنتاسفوا على هذه الاضرابات اشد الاسف، وكنتالموا حتى حنا لان حنا شريحه كتضر بالسدان، ماشي غير المواطن اللي كيتسد، حتى حنا كنضروا ملي كنسدوا، راه ما عندناش منين ناكلوا ولا سدينا بهاد بصريح العباره. البقاله الا سد يومين ثلاث ايام راه ما كاينش اللي يعوضوا فيها. ولكن كنتاسفوا وكنتمنوا من الدوله انها تراعي وتعاود النظر في هذه القوانين، وقبل ما دير تفرض اي قانون انها تحاول دير لنا نظام ديال الهيكله، ومن بعد حنا عندنا صدور رحبه باش نتحاوروا معها ونتقبلوا الحوايج اللي هي من المفروض انها تكون هي لصالح الدوله المغربيه، ولا ضر ولا ضرار. والسلام عليكم واستسمح.